أما دلوقتي فهنبدأ بأخبارنا النهارده من وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي اللي قالت إن عمليات صرف المعاشات منتظمة من أول أيام شهر يوليو الحالي، منتظمة بجميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وماكينات الصرف الآلي الـ ATMs. وقالت كمان إن عدد اللي قاموا بصرف مستحقاتهم لغاية النهاردة حوالي 3 مليون مواطن صرفوا حوالي 4 مليون جنيه، وإن عملية الصرف ما زالت مستمرة وبيتم متابعتها لحظة بلحظة. الوزيرة أكدت إن جميع البنوك ومكاتب البريد ومنافذ الصرف التابعة للهيئة بدأت صرف المعاشات لأصحابها والمستحقين، وفي بدأت صرفها في أول يوليو بدل من اليوم العاشر من الشهر كما هو معتاد. ده ليه؟ ده تيسيرا على المواطنين. والي قالت ان الصرف تم بالزيادات اللي اقرتها الحكومه بواقع 15% بحد ادنى 150 جنيه وحد اقصى 551 جنيه، يعني بتكلفه 21 مليار جنيه بتتحملها الخزانه العامه للدوله وبيستفيد منها حوالي 9 مليون صاحب معاش ومستحق.